والله جحيم الحياة يا أخي كانت. جحيم. والله لا أكل ولا مواد غذائية ولا كل شيء ماكو. الناس عاشت على الحطب، شلون الإنسان القديم يعني على الحطب يقصون حطب يعجن، وقود ماكو، طعام ماكو، مواد غذائية كل شيء ماكو يعني. ويختارون أي واحد يأخذونه ويروح يأخذونه، ما حد يدل وين يروح. والله انهزمنا اليوم، صار لنا 17 يوم من انهزمنا والله. قتلوا قسم من جون الدواش هجموا على المنطقة، قتلوا قسم من الشباب، واحنا كنا جايين عندنا بيشمرقة وطلعنا ويا البيشمرقة انهزمنا. والله يقولون انتم متعاونين ويا البيشمرقة، انتم تعاون مطوعين ويا البيشمرقة وتعاونوا ويا البيشمرقة وقتلونا. قتلوا قسم يعني، مو قتلوا يعني. من نسحبوا البيشمرقة سلاح ما عندنا، وشنو نقاوم؟ ما عندنا سلاح. والله مساعدة مريض، هو حبوب يحتاج، يحتاج علاج يعني، هذا العلاج المهدئات يحتاجها. قضيتهم هم تعبانة قضيتهم. ويشرب يعني يوم يشتم البنزين يرتاح، بنزين يشتم غاز يشرب يرتاح، يعني علاج ما جاد. احنا كنا ما بيها مجال يعني، اذا ظلينا هناك كلين هي مشكله، ما بيها مجال، صارت المشكله الان رجعوا علي، ما ظلوا قاضبين، لو ظلوا قاضبين ما تصير المشكله هذه. هي المنطقه كلها اكو ناس ما عندها شيء جت يعني. يعني خاف من القصف، القصف اذا قام يضرب ما يقول لك هذا كله داعش، ما بيها مجال.